مرحبا بكم مرة أخرى في مادة محاسبة التكاليف. خلال محاضرة اليوم راح نتطرق لمثال نوضح طريقة الـ Physical Measure Method والـ Sales Value at Split Off Method والتي تم شرحهم في المحاضرات السابقة. مثالنا اليوم هو 16 إلى 1 موجود في الكتاب في صفحة 670. إذا نقرأ المثال ونحاول نفهم شو المطلوب منه ونتعرف على طريقة الحل بالإضافة للتوضيح. عندي شركة اسمها زافر كيميكال بروسيس ريزن فروم فير تريز انتو ثري برودكتس. إذا في عندي شركة متخصصة في عملية معالجة المواد الكيميائية، في عندي عملية إيش مواد صمغية ريزن فروم فير تريز، نوع من أنواع الشجر يسمى العلمي شجر التنوب، يستخرج منه المادة الصمغية. أثناء عملية المعالجة we have like three products، عندي ثلاث منتجات. المنتج الأول printing inks، عندي أحبار الطابعات، عندي varnishes طلاء، وعندي adhesives عندي مادة صمغية أو مادة لاصقة. During June the joint cost of processing were $480,000. أثناء عملية المعالجة أنا تكبت تكاليف، هي بسموها الجوين كوست التكاليف المشتركة، وقيمتها $480,000، أي بمعنى إن هاي التكلفة راح أقوم بتخصيصها. بالإضافة معطينا الأوديشنال إنفورميشن إز جيفينج بلو، كمان عندي بعض المعلومات الإضافية يتم ذكرها هنا. عندي المنتجات برينتينج إنكس فارنيشز أتيسيفز، وكانت عندي الوحدات يونت بروديوست الوحدات المنتجة، وفي عندي القيم السيلز فاليو ات سبليت اوف بوينت وهي طريقة قيمة المبيعات عند نقطة الانفصال. كانت عندي الوحدات المنتجة، من المنتج الاول 15,000 لتر، كمان المنتج الثاني 15,000 لتر، وعندي المنتج الثالث 7500 لتر. عندي في الطريقة الثانية راح استخدمها هي السيلز فاليو ات سبليت اوف بوينت، كانت عندي القيمة البيعية للمنتج الأول $120,000، المنتج الثاني $72,000، وعندي المنتج الثالث $48,000. Determine the amount of joint cost allocated to each product. If Zephyr uses the physical measure method and the sales value as split off method. إذا نقوم بعملية تحديد وتخصيص التكاليف للمنتجات في حال استخدمنا طريقة الفيزيكال ميجر ميثود طريقة المقاييس المادية، أو استخدمنا الطريقة الثانية طريقة قيمة المبيعات عند نقطة الانفصال. إذا بداية راح نتطرق لأول طريقة وهي الفيزيكال ميجر ميثود. عندي ثلاث منتجات وراح نقوم بعملية حل السؤال للتوضيح، ثم ننتقل لاستخدام الطريقة الثانية وهي السيلز فاليو ات سبليت اوف ميثود. خلال الطريقة الأولى إذا راح يكون في عندي تكاليف راح يتم تكبدها. بداية بدنا نشوف أنا راح أستخدم في طريقة الفيزيكال ميجر ميثود راح أستخدم إيش عندي؟ راح أستخدم الوحدات الموجودة عندي هون الليترز. إذا راح أستخدم هاي البيانات. إذا ما راح أستخدم السيلز فاليو، أنا بحكي عن طريقة المقاييس المادية، وطريقة المقاييس المادية بتركز إيش على المقاييس المستخدم عندي. هون استخدمت السعة الفوليوم ليترز. إذا بداية راح يكون في عندي بدي أشوف قديش عندي تكاليف راح يتم تكبدها. إذا بداية راح تكون البيانات كالتالي. إذا راح يكون عندي فيزيكال إذا فيزيكال ميجرز إذا physical measures of total production. Okay. إذا بداية بس في عملية إيش؟ نقل الوحدات عشان أوجد إيش الوزن لهاي المنتجات اللي عندي. إذا راح يكون في عندي المنتج الأول عبارة عن 15,000
وبنحكي ايش ليترز، راح اختصرها بحرف ال. المنتج الثاني نفس الآلية 15,000 لتر، والمنتج الثالث 7,500 لتر. إذا بالحالة هاي الإجمالي راح يكون عندي قديش؟ 37,500 لتر. إذا بالحالة هاي أنا قمت إيش؟ بنقل بس البيانات إلى الجدول. حاليا راح انتقل بس بعمق عملية احتساب ايش الويتينج. اذا في عندي نقطة بتهمني اوجد الوزن لهاي المنتجات. اذا الويتينج لهاي المنتجات طيب كيف بدي اوجد الوزن لهاي المنتجات؟ اذا عملية بسيطة، أنا فعلياً المنتج اللي هون اللي عندي قديش كانت مخرجات عندي؟ 15,000 لتر. إذا راح تكون كالتالي، راح تكون 15,000 لتر من إجمالي المخرجات اللي كانت عندي وهي عبارة عن 37,500. إذا 37,500. إذا بالحالة هاي راح تطلع معي النسبة، وقديش النسبة هاي راح تكون عندي؟ هي عبارة عن 40%. أو أحيانا يتم رمزه بالشكل كالتالي، إذن 40% للتوضيح. المنتج الثاني نفس الآلية ونفس المخرجات كانت عندي على 37,500، راح تعطيني قديش؟ 40%. إذن ما فيها صعوبة. المنتج الآخر وهو الأدهبس، وهي كانت عبارة عن 7,500 على قديش؟ على الإجمالي، وهي كانت قديش؟ 37,500. تطلع عندي النسبة 20%. إذن بالحالة هاي أنا أوجدت بناء على حجم المنتجات عند المخرجات unit produced أنا أوجدت الأوزان. النقطة اللي بعدها راح أقوم بس بعملية تخصيص التكاليف. إذن راح أقوم في عملية تخصيص التكاليف. عملية تخصيص التكاليف راح تكون كالتالي، إذن في عندي joint cost، Joint cost allocated، وراح تكون كالتالي. هي أول شيء نرجع بيانات السؤال، قديش هي فعليا التكاليف المشتركة الجوينت كوست؟ إذا كانت عندي معطاة في السؤال 480,000 دولار، إذا بالحالة هاي بدي أقوم بتخصيص ال 480,000 دولار باستخدام الفيزيكال ميجر ميثود على المنتجات الثلاث اللي عندي. إذا جدا راح تكون عملية بسيطة. إذا فقط هي عملية 480,000 دولار مضروبة إيش في النسبة إيش أو الوزن اللي أوجدته عندي. قديش كان الوزن عندي؟ عبارة عن 40/100، وتطلع عندي التكلفة اللي راح يتم تخصيصها 192,000 دولار. اي بمعنى انه نصيب المنتج برينتينج انك احبار الطباعة راح يكون نصيبها من التكاليف ال 480,000 192,000 دولار. المنتج الثاني الفارنيشز راح يكون نفس الآلية، هي عبارة عن 480 مضروبة ايش في الوزن المتعلق فيها، وهو قديش كان عندي؟ 40%. راح تطلع معي القيمة 192,000 دولار. النقطة اللي بعدها قديش أنا كان عندي الوزن؟ 20. إذن 480 مضروبة إيش في 20/100، وتطلع القيمة 96,000 دولار. لحتى أتأكد إنه حلي صحيح راح أقوم بجمع هاي الأرقام. هي عبارة عن 192,000
زائد 192,000 زائد 96,000 لازم يعطيني 480,000 دولار. إذا بالحالة هاي تم تخصيص التكاليف المشتركة إلى المنتجات بشكل صحيح. النقطة اللي بعدها وهي اللي بتهمني واللي كان متطلب من السؤال، في حال إيش joint cost allocated to each product، بدي إيش لكل منتج تم تخصيصه هنا. لكن لو ضفنا على السؤال نقطة معينة وهي اللي بتهمني دائما، لو سألنا قديش تكلفة كل لتر تم إنتاجه، إذا راح يكون عندي إيش بند جديد، راح يكون عندي joint، إذا joint production joint production cost per ash per liter. اذا بدي اشوف قديش كل لتر انا بقوم بعمليه انتاج قديش بكلفني ايش كتكلفه. اذا راح تكون كالتالي، هي عباره عن 192,000 فعليا انا تم تخصيص مبلغ 192,000 عشان كم لتر انا انتج. اذا كانت معطى عندي في السؤال 15,000 لتر، اذا بس بقسم المبلغ على 15,000 لتر وبطلع عندي تكلفة اللتر الواحد 12.8. بدون ما استكمل باقي الاجابات راح يطلع عندي تكلفة المنتج 12 دولار 80 سنت. ليش؟ لأن أنا استخدمت المخرجات، اتجاهلت القيم البيعية للمنتجات، أنا استخدمت بس قديش عندي كان مخرجات، أي بمعنى أن تكلفة المنتج حسب الطريقة هاي راح تكون إيش ثابتة. لو جينا تأكدنا نفس الآلية، إذا 192,000 على 15,000 لتر راح يعطيني 12.8 US دولار. نفس الآلية، المنتج الأخير راح يكون عندي 96,000 دولار عشان أقوم بإنتاج 7,500 لتر، راح يعطيني نفس الجواب 12.8 US دولار. إذا بالحالة هاي إذا بنلاحظ حسب طريقة المخرجات، حسب القيمة البيزيكال ميجر ميثود، طريقة المقاييس المادية، هاي الطريقة راح تكون تكلفة المنتج راح تكون ثابتة لجميع المنتجات. لكن هاي الطريقة حكينا عنها طريقة أحيانا لا يتم استخدامها لما تكون عندي القيمة البيعية للمنتجات مختلفة، يتم استخدام هاي الطريقة في حالات محددة وهي أن يكون سعر البيع لهاي المنتجات متقاربة بشكل كبير جدا. الآن سوف نتم عملية حل السؤال باستخدام طريقة السيلز فاليو at split off method. هاي الطريقة بتركز على القيم البيعية وراح نلاحظ الاختلاف ما بين الطريقة هاي والطريقة السابقة تم استخدامها. هاي الطريقة راح تكون أكثر واقعية وراح نلاحظ اختلاف في تكلفة المنتج والتكاليف اللي سبب ما يتم تخصيصها للتكاليف أو المنتجات المشتركة. إذا بداية نفس بيانات السؤال، لكن راح نقوم بالحل بشكل مباشر. إذا أول نقطة راح أركز عليها هي هون من خلال جدول راح أقوم بعملية تفريغ البيانات عليه، هي أول إشي راح أقوم بعملية نقل التكلفة. لكن في هاي الجزئية راح نتحدث عنها إنه ما راح نعتمد على اليونت بروديوست، راح نأخذ القيم البيعية. في السؤال كانت معطاة بشكل جاهز، أي بمعنى إنه أعطاني اليونت بروديوست مضروبة إيش في السيلينج برايس. إذا توجد قديش سعر البيع للوحدة الواحدة تقدر تقوم بعملية قسمة 120,000 دولار على سبيل المثال على 15,000 لترز، بعطيك تكلفة أو سعر البيع للوحدة الواحدة. لكن إحنا هون نحكي عن سعر البيع، لكن إحنا بدنا نقوم بعملية تخصيص التكاليف، أي بمعنى بدي أوجد تكلفة المنتج، أي بمعنى عشان لو بدي أقوم باحتساب هامش الربح أو مجمل الربح فعليا أنا لازم يكون عندي سعر البيع وتكلفة المنتج. إذا في السؤال هون معطينا سعر البيع بشكل جاهز، إذا بنقوم بعملية بس بشكل حل بشكل مباشر. إذا راح يكون عندي السيلز فاليو اوف
total production. إذا القيم هون راح تكون هي عبارة بشكل مباشر، يعني بس بنقل القيم البيعية لهذه المنتجات، وهي اللي كانت عندي عبارة عن 120,000 دولار زائد فرنشز 72,000 دولار، والمنتج الثالث كان عبارة عن 48,000 دولار. مجموع هاي المنتجات 240,000 دولار. إذا بالحالة هاي بس أنا عملية قمت بنقل البيانات من الجدول أو من السؤال إلى الجدول بشكل مباشر. الآن بعد بقوم بعملية وإيجاد إجمالي التكلفة. إيجاد التكلفة هي عبارة عن 120 زائد 72 زائد 48,000 بعطيني 240,000. إذا ننتقل للنقطة الثانية وهي المتعلقة إيش في الويتينج. إذا بمعنى إيجاد الوزن لهذه المنتجات راح أقوم بعملية تخصيص التكاليف لها. الويتينج راح تكون كالتالي. فعليا هي عبارة عن 120,000 دولار على إجمالي إيش قيم البيعية للمنتجات الثلاثة اللي عندي، واللي كانت هي عبارة عن 240,000 دولار. إذا بالحالة هاي النسبة راح تطلع معاي 50%. إذا المنتج الأول راح يكون قديش عندي؟ 50%. إذا وزن المنتج الأول 50%. المنتج الثاني راح تكون عندي 72,000 دولار على إجمالي القيمة البيعية هي 240,000، راح تعطيني النسبة قديش؟ 30%. المنتج الثالث نفس الآلية، هي عبارة عن 48,000 على إجمالي القيمة البيعية وهي 240,000 دولار، وراح تعطيني النسبة 20%. مجموع هاي النسب لازم يعطيني قديش؟ 100%. 20 زائد 30 50 زائد 50 بعطيني 100%. إذا بالحالة هاي أنا قمت بعملية إيجاد الوزن لهاي القيمة البيعية. كيف يعني؟ فعليا أنا لو قمت بعملية بيع كل المنتجات اللي عندي اللي قمت بإنتاجها راح أحقق قيم بيعية 240,000 دولار. طيب فعليا المنتج الأول لو حكينا عن البرينتينج إنك الحبر، بالحالة هاي كانت القيم البيعية عندي قديش؟ 120,000 دولار. قديش 120,000 بتشكل جزئية من قيم إجمالي المبيعات؟ حسبناها هي عبارة عن 120 على 240، طلعت 50%. أي بمعنى إنه نسبة المبيعات لهذا المنتج بتكون 50% من إجمالي المبيعات اللي عندي، وهي كان عندي 50%. المنتج الثاني كانت 30%، والمنتج الثالث 20%. الآن بنقوم بعملية إيش؟ تخصيص التكاليف، وهي إيش؟ Joint Cost Allocated. Joint Cost Allocated. طيب قديش كان عندي Joint Cost فعليا؟ كانت عندي 480,000 دولار. إذا نفس الآلية راح تكون هي عبارة عن 480,000 دولار مضروبة إيش؟ في النسبة اللي كانت طلعت عندي الوزن، وهي إيش؟ 50 على 100. راح تطلع عندي قديش؟ 200. إذا راح تكون عندي 240,000 دولار. إذا المنتج الأول راح يكون نصيبه من التكاليف المشتركة 240,000 دولار. المنتج الثاني راح تكون عبارة عن 480 مضروبة إيش؟ في 30. إذا مضروبة في 30 على 100، وراح تكون عندي القيمة عبارة عن 144,000 دولار. المنتج الثالث هي عبارة نفس الآلية، 480 مضروبة في 20 على 100، وراح تكون عندي القيمة 96,000 دولار.
إذا بالحالة هاي تم تخصيص التكاليف للمنتجات اللي ظاهرة عندي، لكن بظل عندي جزئية بسيطة وهي عملية احتساب قديش راح يكون نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المشتركة. الآن join cost production، production per liter، هي راح تكون بشكل بسيط، هي عبارة عن 240 ألف دولار. إذا تكلفة هاي 240 ألف دولار عشان أنتج قديش؟ أنتج 15 ألف لتر. إذا بالحالة هاي راح تكون عندي قديش؟ 16 دولار. إذا كل منتج أنا هون بيكلفني 16 دولار. المنتج الثاني وهي عبارة عن 144 ألف على قديش أنا كم لتر أنتجت؟ 15 ألف لتر. إذا بالحالة هاي كانت عندي قديش القيمة؟ هتطلع معاي 9.6 US دولار. المنتج الأخير تم تخصيص التكاليف له هي عبارة عن 96 ألف يو اس دولار على كم من لتر أنا أنتجت؟ 7500 لتر، وراح تطلع معي القيمة 12.8 US دولار. إذا بالحالة هاي أنا قمت بعملية إيش؟ احتساب التكلفة للمنتجات الثلاث. إذا لما أقوم بعملية تخصيص التكلفة 480 ألف دولار، إذا نصيب المنتج البرينتينج إنك راح يكون 16 دولار، فارنيشز 9.6 US دولار، and adhesives راح تكون عندي 12.8 US دولار. إذا بالحالة هاي أنا بقدر أحتسب. لو جينا نستذكر إنه قديش كان عندي حسب طريقة الفيزيكال ميجر ميثود، حكينا إنه كانت نصيبها إنه كل منتج من المنتجات الثلاثة كانت ثابتة، وهي قديش كان عندي؟ 12.8. إذا المنتجات الثلاث كانت عندي حسب طريقة الفيزيكال ميجر ميثود كانت 12 دولار و80 سنت، لكن إذا بنلاحظ هون إنه كل منتج له تكلفة مختلفة، لكن في طريقة الفيزيكال ميجر ميثود كانت تكلفة المنتج أو تكلفة كل لتر 12.8، لكن هون كانت إيش؟ مختلفة. فكان عندي على سبيل المثال المنتج الأول تكلفة 16 دولار، المنتج الثاني 9.6، وعندي ايش المنتج الثالث كانت عندي 12.8 US دولار. الى هون تنتهي محاضرتنا، شكرا لكم على حسن المشاهدة.